حكى القرآن عن معجزة سفينة نوح والطوفان، وحكى عن معجزة سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار، وحكى عن انشقاق البحر لموسى فلقتين وتحول العصا إلى ثعبان، وحكى عن عيسى عليه السلام كيف أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وحكى عن عجائب سليمان وملك داود، لكن لم يحكى إطلاقا عن معجزة حسية بمثل ما سبق لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكأنه باعتباره آخر نبي للعالم لا يحتاج إلا إلى معجزة الإنسان الذي يؤمن بالله وبقيم السماء ويتفاعل معها واقعا ويصطدئ بها، تاركا لعقله فسحة كبيرة في فهم كيفية عمارة الأرض انطلاقا من توجيهات الوحي. المعجزات الحسية لا يتأثر بها إلا من شاهدها وعايشها، فكانت معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام الكلمة التي جاء بها القرآن لتكون التوجيه والمرافقة للإنسان ليكون هو معجزة الله في أرضه بصلاحه بإيمانه وحسن عمارته للأرض. يقول سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. السلام عليكم ورحمة الله.